كرياتي ممكن تجي لو سمحتي؟ ايش اللي كرياتي ممكن تجي لو سمحتي؟ انت بتنادي صاحبتك ولا قريبتك؟ هذه خدامة لازم تكوني شديدة معاها، لازم تشخطي فيها عشان تبطر وتتدلع عليك. كرياتي كرياتي يوه لسه بتدلعيها؟ عشان كده بتطنشك. الخدم ما يمشوا الا بالإهانة. كرياتي كرياتي تعالي بسرعة هنا يا غبية. نعم ماما نعم. أنا كم مرة أقول لك لما ناديك تسيب اللي في يدك تجي على طول، ها؟ معلش ماما بس أنا في أكل. أنت بس تاكلي ما تشبعي ليكون تحسي بنفسك ست البيت. أنا ما جبتك عشان أكلك وأسمنك، ما في راتب شهر هذا، مفهوم؟ لا يرحمك. من لا يرحم لا يرحم. شكل الدوام ليش حقول لهم دحين؟ قول لهم سيارتك تعطلت. كل يوم اقول لهم سيارتي تعطلت. قول لهم جدتك ماتت. ثاني جدتي ماتت وانا عندي كم جدة؟ خلاص انا احسن اواجههم بشجاعة واقول لهم الصراحة انه راحت علي نومة. استنى استنى بلا صراحة بلا بطيخ. ألو؟ معلش عشاني مريض ومنام طول الليل. بنتي كانت مسخنة وديتها الطوارئ وانت عارف. الله يسلمك. لا الحمد لله اطمنا عليها. استكفى دق عني الكرت. مشكور ما تقصر. اوف. اطفح راتبك بالحرام يا ولد آدم. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. خالد خالد طنشها ولا كان نفسي شيء. لو في شيء مهم أكيد أحناديك مرة ثانية. خالد خالد انت هنا؟ ما سمعتني وانا اناديك؟ انت ناديتيني ماما؟ ايوه حبيبي ابغاك توصلني، عندي مراجعه للدكتور. انت اذا كنت راح توصلها معقول تكون بتصير فريقك في المباراه النهائيه؟ انتوا جايبين سواق. ماما ايش رايك تروحي مع السواق؟ حبيبي السواق راح يجيب اختك. طب شويه بس لما تخلص المباراه. حبيبي الله يرضى عليك، انا ما صدقت الاقي موعد. يوه أزعجتنا هذه كلها تروح بتاكسي وتريحنا. ماما إيش رأيك تروح بتاكسي وأنا أرجعك؟ هلو ها متجمعين عند ناصر عشان بلنتيات. طيب طيب أنا جاي دحين دقايق وأنا عندك. الله يهديك ويحفظك يا ابني. برضه بتدعي له. سيبك من الجنة روح ألحق المباراة. فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.
ممكن لو سمحتي؟ جريح؟ مين المزعج ده؟ هعمل له بلوك. لا تتسرعي يا مجنونة، يمكن يطلع شاب محترم. أنا آسف لو كنت زعجتك. شوفي إيش يبغى، لا تخافي ما رح ياكلك. ممكن استشيرك في موضوع شخصي؟ استنى لسه بدري على الرقم. لا تفسد الخطة، خلي الطبخة تستوي أول. بصراحة أنا حاسس إني ارتحت لك، وعندي أمل كبير إنك تساعديني. شفت كيف سلامتي؟ طلع فعلا محتاج لك. يلا شوفي يمكن تقدر تساعديه. خلاص شبكناها. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يلا قولوا بسم الله. بسم الله. لا يا حبيبي، كل بيدك اليمين عشان الشيطان ما ياكل معك. فين صحن؟ هات السلطة. خلاص بس يا ولد. طول ما انت ناسي انا ما حنساك. من اكل بشماله اكل الشيطان معه. حبيبي اجيب لك شاي اخضر ولا عادي؟ شاي عادي يا عمري. مين يا خلود؟ ما حد يرد، شكله قطع الخط. انت يا مغفر؟ طبعا ما حد يقدر يتكلم حي من القلب قدامك، هذه اكيد اشاره بينه وبينه. ليش بيتصل اذا ما بيرد؟ والله ما حد بيرد، ايش ذنبي انا؟ بدي استغفرك، شفت كيف ركبت اول ما واجهتها؟ ها؟ قل لي، ايش معنى بيتصل بالخرج لما ترجع بدري من الدوام؟ ها؟ فت عينك، خليك رجال. ما حد بيرد ولا هذه اشارة بينك وبين حبيب القلب؟ يعني صادفت انه يتصل احد بالغلط لما ارجع بدري من الدوام؟ يا سلام، وليش ما تكون هذه حبيبة القلب؟ ولما سمعت صوتي قفلت السماعة. وانا ايش يدريني انت فين تسهر لنساس الليالي؟ كل يوم تقول لي معزوم معزوم عند اصحابي. انا دحين عرفت ايش، كل ما اتصل من الدوام الاقي الخط مشغول. انت تشك فيا؟ واذا ما انت واثق فيا تزوجني ليه؟ طب
طلقني يا اخي، طلقني دحين، طلقني طلقني. انت تهدديني؟ انت طالق وفي 60 داهيه. اصلا ما كان ينفع البعض. ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. في العقلك رايح تصلي ولا؟ شو نسيت انه الاختبار النهائي بكره؟ انت بحاجه لكل درجه عشان يقبلوك بالكليه. لاحق تصلي، معذور، خلص الفصل الرابع وبعدين روح صلي يا اخي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك عم تجنني، معقول رايح تصلي هلا؟ لساته مقدم. تكون حابب تفتح الجامع، استفيد من الوقت ودرس لك مسألتين بفيدوك بكرة. أعوذ بالله. كيف بدك تروح للصلاة؟ معقول ما قدرت تستغل هذا الاختبار؟ لك هذا مجنني، متوكل على ربه 100%، ماني قدران عليه، خايف يهديني. لا عيني عليك، روح الهوا بسرعة، بس للصلاة، تكفوا محلول. بهدلني ولد آدم بالصلاة، بهدلني. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. انتوا ما تضايقوا من الدخان؟ ما تقلش ذريك، روح يا بابا، انت بعدك صغير. ما تخاف يجيك سرطان وتموت؟ الاعمار بيد الله، ايش ذريك؟ يمكن دحين تموت في حادث. شوف ابو خالد، بطل الدخان وبرضه مات. انا نفسي اعرف بس انتوا ايش يعجبكم في التنفيذ؟ هذه حق الكبار، تعدل الدماغ، تروق المزاج. انا خلاص تعودت عليها، ما اقدر ابطلها. يلا خذ جرب شفطه، خليك رجال. ايش ما تعرف؟ خايف تموت؟ مو ابوك واخوك اصلا يدخنوا؟ خذ خذ، لا تخاف، ما حتموت. الصغار سهل ينضحك عليهم. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة.